نعم، صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدينا. بنصب عليكم مرة أخرى مشاهدينا من البادية الشمالية الشرقية وبالتحديد من منطقة مكيفتة. طبعا مشاهدينا هذه المنطقة تمتاز بعاداتها وتقاليدها وموروثاتها التراثية وحياة البدو والبداوة اللي ارتبطت ببيت الشعر والربابة ودلة القهوة وبعاداتها وتقاليدها وأصولها المتوارثة وبكل ما فيها من بيئة بدوية مميزة. الآن راح يكون معنا الفنان عبد الكريم شرفات أبو نجم لحتى عرفنا أكثر على فرقة البادية المعروفة في هذه المنطقة. أبو نجم الله يصبحك بالخير. يا صباح النور، يا أهلا وسهلا. حابين تعرفنا أكثر على فرقة البادية. أهلا وسهلا. فرقة البادية الشمالية هي تأسست عام 2005، تحمل التراث البدوي الأصيل. الفرقة هاي شاركت عدد مشاركات دولية ومحلية، عملت 5 مهرجانات دولية وسافرت للصين وسافرت للإمارات العربية. جميل، الله يعطيك العافية. طيب سمعنا هيك مقطوعة غنائية صباحية من هالمنطقة الجميلة. إن شاء الله بشغل. نجوم كمان موهبة لفتاة من البادية الأردنية تميزت بفن الغناء. صباح الخير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. تحكينا من متى بلشت موهبتك؟ قبل سنتين يعني. على العمر 14. طيب دعموك أهلك لحتى تطوري حالك أكثر؟ طيب شو هي طبيعة موهبتك؟ الغناء صح؟ الغناء. طيب شو حابة تسمعين اليوم؟ بعد كنت محمد عبدو. طيب يلا تفضلي. صوت العود مغطى عليها. بعادك انتم ولا قريبين، المراد انتم دايم لمين؟ بعادك انتم ولا قريبين، المراد انتم دايم لمين؟ ما اقول غير الله. الله يعطيك العافية وشكرا. شكرا ما شاء الله عليك، ونتمنى لك التوفيق يا رب، ونشوفك كمان يعني نجمة أردنية في سماء الوطن الغالي. طبعا مشاهدين من بنت البادية نجوم، راح نروح لمعزبنا أبو النادي عيد الشرفات. الله يصبحك بالخير. الله يصبحك من وراء النبي. حابين تعرفنا أكثر على آلة الربابة، يعني ارتبطت بحياة البدو والبداوة، من أهم الآلات البدوية المعروفة عنا. حياك الله. بنفسي أننا نصبح على حضر صاحب الجلالة سيدنا الحبيب والأردن أيضا الحبيب والتلفزيون الأردني على العين والرأس. أهلا وسهلا فيكم. الآن إن شاء الله نسمعكم مقطع على الربابة. يلا تفضل. شوم تاج غلي بري هيا
شكرا.